السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن الايباد. طيب، الكثير متوهق الحين يشتري الايباد الجديد ولا ما يشتري، يجلس على القديم ولا يشتري الجديد، ولا الحين لو بيشتري يشتري القديم ولا يشتري الجديد. ففي هذا الفيديو خصوصا الاشخاص اللي يحبون الالعاب راح اوريكم الفروقات الحين ونشوف هل الايباد الجديد يستاهل انك ترقي له، او اذا ما كان عندك الايباد القديم اللي هو 2018 هل يستاهل تشتري الجديد ولا تشتري القديم. فنشوف معاكم الحين، فخلونا نبدا. فمثل ما تشوفون هنا الايباد القديم 12.9، هنا ال11 الايباد الجديد. فانا عارف ان الاحجام تختلف، لكن ميزات الداخليه في الايباد 11 برو نفسها في ال12.9، وهنا الايباد القديم في ال12.9 نفسها في ال11 انش. فلحد يقول لي مثلا المعالج هنا راح يقرا اقوى ولا شيء، لان نفس الشيء نسبه تناسبه مع حجم الشاشه والريزولوشن والبطاريه. فهنا بطارية أكبر لأن الشاشة أكبر، برضو ريزولوشن أكبر. هنا بطارية أصغر والشاشة أصغر والريزولوشن أصغر، لأن شيء طبيعي يعني أن الشاشة أكبر وكل شيء. فأبل تقول لك فالإيباد القديم يعطيك 10 ساعات، الإيباد الجديد برضو يعطيك 10 ساعات، لكن البطارية هنا في الإيباد 11 اللي عارفة أنها سقرت أبل كانت في القديم 7812 في الـ 11 برو 2018، ف 2020 الحين صارت 7540 ملي أمبير. طيب صغرت البطارية، هل راح يعطيني ساعات أقل في الاستخدام؟ لا. ليش؟ لأن أبل هنا صغرت البطارية صح، لكن حطت تبريد أفضل في البطارية أو في الجهاز داخل. فكل يعرف أن الحرارة إذا ارتفعت راح يصير البطارية أكثر، فأبل هنا خففت الحرارة. وراح نشوف قدام معاكم الحين هل أبل صادق بهذا الشيء ولا لا. طبعا حتى الأيباد 12 صغرت البطارية، لكن عدلت الحرارة في الأيباد 12 2020. فهذه الأشياء اللي نتكلم عنها. المعالج في الجديد هو نفس المعالج في ال 12 وال 11، المعالج القديم هو نفس المعالج في ال 12 وال 11، اوكي؟ الرام يختلف، القديم كان 4 رام جميع النسخ الا ال 1 تيرا، ال 1 تيرا يكون فيه 6، الجديد كلهم 6 رام، هذا في المعالج والرام. اما الجي بي يو او معالج الرسوميات حق الالعاب اللي راح نشوف لكم الحين، هنا 7 نواة، هنا 8 نواة، فزيادة نواة، راح نشوف الحين هل بتفيدنا ولا ما تفيدنا. فأول ما نفتح الجهاز مثل ما نشوف البرامج اللي راح نختبرهم، هذه البرامج مثل ما نشوف معاكم عندنا هنا التايمر راح نشغله ونبدأ معاكم فيهم كلهم. كبداية بما أن ايباد جديد وكل شيء، عشان نستغل البرامج نستغل كل شيء، نحدث البرامج كلهم. طبعا إذا البطارية راح تخلص هنا بسرعة محن 100% مثل ما نشوف، فيعتبر شيء طبيعي، ما ندري يعني هل طبيعي أو طبيعي هنا، لأن الجهاز أنا مستخدم يعني لي الحين سنة وخمسة شهور تقريبا، ذلها ثلاثة أيام، فالبطارية هنا ممتازة وجديدة. فهذا الاختلاف، خلينا نعدل الشاشة ونخليها اللون الأبيض. أوكي، البرامج كلهم يعتبر محدثين، ما في إلا برنامج هنا واحد، هنا أربع برامج. طبعا الذاكرة برضو تختلف، لكن إحنا نبي نشوف الحين أداء الجهاز في البرامج اللي راح نستخدمهم، ونشوف الرام برضو وكل شيء. فلو نبدأ معاكم كبداية، سبيد تيست راح نجرب. سبيد تيست لو بنشغله، ليش بنستخدم سبيد تيست؟ لان هنا الواي فاي القديم واي فاي 5 يعتبر، هنا الواي فاي 6، فراح يعطينا سرعه افضل اذا كان الراوتر حقك يدعم الواي فاي 6. فبالنسبه لي ما راح يعطيني الفرق، لان الواي فاي 6 مو بس ذي الميزه، برضو في ميزات ثانيه اللي هي اذا كان عندك اجهزه كثير تشبك على نفس الشبكه، فهذا ميزه الواي فاي 6. مثل ما نشوف يعتبر ما في فرق، لكن ما ادري ليش هنا معطيني اقل. وصل حلو الحين، وصل 214، البينج هنا 12، هنا 17، يعتبر ما في فرق. مثل ما نشوف هنا الداونلود عندي 218، الداونلود هنا 212. الابلود برضو يعتبر ما في فرق ذاك الفرق، مع ان انا الاشتراك حقي 400، لكن ما ادري شو السالفه الحين منقصينه عندي. مثل ما نشوف هنا 17 وهنا 14، لو نجرب مره ثانيه ونشوف. طبعا نسيت ما شغلت لكم التايمر عشان نحسب، ما شوف شغلنا التايمر الحين عشان نحسب الحين 100% ونشوف كم يوصل مع الاختبارات اللي راح نستخدم كلها. ما راح اخلص البطارية كلها، ما راح اجلس على الجهاز يعني من 100% الى صفر، لكن بنشوف معاكم الحين كم نجلس مع الالعاب. مثل ما نشوف 230 205، فالانترنت يعني كفاية ممتاز، مع المستقبل يمكن يكون افضل. هنا 15، ما ادري ليش هنا اقوى، مع ان احنا شابكين على نفس الشبكة. مثل ما نشوف نفس الشبكة، فهل نطفيه؟ هذا نطفيه، هذا نخليه شغال، نشبك على اليد وبنلعب. طبعا تقدر تشبك على اي يد، بلاي ستيشن اكس بوكس عادي. ننزل الاضاءة هنا، اتوقع كذا ممتازة، او نخليه بنفس الشيء كذا، الصوت نكنسله، فيعتبرون الحين نفس الشيء. نطفي هذا، ما طفيته، اوكي.
مثل ما نشوف الحين نبدأ معاكم كبداية جيك بنش عشان نعرف كل شيء اللي تكلمنا عنه قبل شوي. لو بنشوف السي بي يو مثل ما نشوف هنا الرام هنا 6 وهنا 4، هنا سرعة المعالج 2.49 هنا 2.48 هو نفس المعالج أصلا. أبل غيرته هنا الـ A12X هنا الـ A12Z كمعالج، لكن معروف أن السيستم أون تشيب في المعالجات دي للآرم بتكون انكلود أو داخل معها الرام، فالرام هنا متغير، فهذا اللي خلى أبل خلت الزي هنا وهنا A. فالـ A12X والـ A12Z الفرق بينهم أن هنا الـ GPU أعلى أو زيادة نواة واحدة، هنا سباعي النواة هنا ثماني النواة. أما المعالج مثل ما أعيد مرة ثانية هنا 8 وهنا 8 ونفس المعالج كوبي بيست. فلو بنشوف الحين حرارة يعتبر كان بادئين، لو بنشوف الحرارة بأن المعالج كل شيء في الوسط، نشوف الحرارة لحق الجهاز هذا مثل ما نشوف 24.3 لحق اليمين، نشوف اليسار كم والايباد الجديد 26.2، ها ما في فرق يعتبر، لكن نشوف الحين بعد ما نخلص ديلي نرجع معاكم نشوف. مثل ما نشوف هنا خلص قبل هذا، لكن في النهاية خلصوا ثواني بس أو جزء من الثاني يعتبر. فهنا السنجل كور 1117 هنا 1113، فالجديد أعلى بشوي، طبعا الأرقام تختلف على حسب الحرارة وحسب كل شيء، فيعتبر ما في فرق. هنا جميع النواة 4666 هنا 4665. في الفيديو الأول واحد يوم فتحت الجهاز اللي يذكره ويشوفه في القناة كان هذا أعلى، لكن احنا نعتبره ما في فرق. خلينا نشوف الميتلز هنا مثل ما نشوف هنا خلص قبل هذا، فالآن أوكي في فرق تقريبا 400 بزيادة النواة اللي موجودة هنا. فمثل ما نشوف هذا المواصفات حقت الجهاز وكل شيء، A12X قاري هنا مثل ما نشوف. ليش؟ لأن البرنامج الآن ما بعد يتحدث هنا عشان يعرف اسم المعالج مثلا. المهم لو نشوف الحرارة الحين مرة ثانية، بما أن دي الأشياء قياس المعالج والأشياء دي ترفع حرارة الجهاز، فنشوف الحين كم وصل. اللي على اليمين الأيباد القديم 27.8، اللي على اليسار مثل ما نشوف 28، فيعتبر ما في فرق. نفتح معاكم الحين الألعاب، نفتح كبداية نرجع نسكرهم مرة ثانية، نخلي البرامج نفسهم دي المفتوحين قبل. نفتح كبداية كول أوف ديوتي مع بعض 1 2 3، نشوف أي برنامج يفتح بسرعة أو أي جهاز يفتح بسرعة. مثل ما نشوف هنا قاعد يحمل الحين، يعتبرون بالضبط ما في فرق بينهم. خش على قست بس ما أدري إيش اللي فيه، فتح بسرعة بالحالة. أوكي فتح هنا بثواني أقل، يعني بشيء بسيط ما ينحسب. طبعا السيتنج وكل شيء رفعته انا. لو بنخش هنا ما ادري ليش هنا يعطيني بس ان البرامج او السيتنج انا رفعته هنا، خليته الهاي وراح نشوفه داخل برضو. ف نضغط هنا ونفتح، لو بنشوف مثل ما وريتكم السيتنج في الاثنين نفس الشيء بالضبط، رفعته على شيء يعني. نرجع نبدأ اللعبة، فبراح أخلي اللعبة كل لعبة نلعب فيها 5 دقايق ونشيك، أني ما أبي الألعاب والأشياء، فبنلعب 5 دقايق كفاية. أنا أشوف الحين ما في فرق في الجرافيكس، ما في شيء، ما في فرق في الصور الجهاز أو الرسوميات، ممتاز اثنينهم. فبالنسبة لي النماذج الواحدة للآن ما فادتني، لكن بنشوف مع الحرارة ونشوف مع شيء. خليني أكمل اللعبة معاكم ونشوف. طيب اتوقع كذا كفايه، فنطلع من ببجي من شو اسمها هذه كول اوف ديوتي، نجرب معاكم نشوف الحراره نقيسها الحين. مثل ما نشوف الحراره في الايباد القديم وهنا الحراره في الايباد الجديد، فنشوف نكمل معاكم الحين نلعب ببجي. نفتح، فبما ان ببجي ما تدعم الكنترول فلازم نستخدم اليد. دقيقة نرجع، بس هنا ما فتحناهم في نفس الوقت. 1 2 3، شوف الحين اللي راح يفتح قبل. اوكي ها فتح هنا قبل هنا بفرق بسيط،
لكن يحسب له يعني. لو نضغط ستارت فلو بنشوف السيتنج هنا هذا على شيء اقدر احطه في الجرافيكس. الالترا الان ما يدعمها ببجي فكمينج سون ما ادري متى يحطونه. شغلت الانيبل خلينا نشغلهم ذي كلهم هنا خلينا نخلي الجهاز يشتغل بكل قوته. راح يسوي افكت في اللعبة الثانية. اوكي الحل ان نطلع نرجع نشغلها مرة ثانية عادي. ذي الحركة اوكي حلوة عشان تعرف تحسبون الوقت وعلى استخدامكم في الجهاز. كل ما يزيد كل ما يصير افضل لحق التست. هل اقدر اشيك السيتنج هنا قبل؟ اوكي حلو شوف الجرافيكس من هنا. لان هنا ما ادري ليش شغلوا لي ذا. ما راح اسوي ابجريد ما في شيء. شوف الاعدادات من هنا اوكي. شوف هنا الاعدادات حلو. لو بنشوف الحين نرفع فوق نفس الشيء ما اشوف انه في فرق. انتوا عندكم الفيديو وانتوا تحكمون. انا بالنسبه لي ما اشوف في فرق. اوكي بدات اللعبه هنا. الحين بدات اللعبه برضو. هذا المشكله اني ما افهم للعبه. كنت اني جالس يعني تركت كل شيء جالس ادقق على الصورتين وابي اطلع فرق. خلي يسوي رن الحالة كذا ابي اشوف فرق يعني جالس ابي ادقق. طبعا عليكم انتم برضو تحكمون تشغلون الفيديو وتدققون بقوة. اللي يلبس نظارات ولا يلبس نظارة الحين لازم يلبسها عشان يدقق. ما ادري بس احس ما ادري ليش ال HDR يمكن هنا افضل ما ادري كيف. بس سطوع الشاشة او السماء مثل ما نشوف اتوقع انه ما بعد يحدثون هنا افضل حق المعالج الجديد او الجرافيكس الجديد. لكن على الاقل ما تكون اسوأ. كانت تكون نفس الشيء اذا ما حدثوها الى الان. وحتى لو ما حددوها على الاقل الرامات يعني اوريدي تشتغل اللي هو 6 جيجا. راح نشوف قدام. والجرافيكس برضو ما انه 8 نواه هنا وهنا 7 ليش ما نشوف الفرق؟ لانه اوريدي هنا ممتاز ومتحمل اللعبه فهنا صار افضل لكن اوريدي ماخذ اكثر من حقه يعني. يعني هو اوريدي مرتاح. لو اللعبه دي قويه بما فيها الكفايه انها تاخذ قوة الجرافيكس هنا راح هنا يكون أفضل ما لنا زيادة. لكن هي ما قدرت تأخذ قوة الجرافيكس هنا عشان تأخذ هذا. حس إنه تعب خلنا نوقف شوي. وين الشمس هنا؟ وده ما برضه بس يقتل ما بسوي لك شيء خله. يا الله راح بيتكم روح. هذا الشمس هنا جاك واحد قاعد يقتل هنا. هذي يضرب ذا ذي يعلمني بس ايش اسوي فيك. لا ذي لازم تسجلون امام هات. لا عاد قوي اني اقتل اثنين كذب وبقوس وهم عندهم كم واحد. والله والله خلاص بموت. بس تقريبا 5 دقائق احنا بنخلصها. فانت شفتوا كيف يلعبون في بابجي وكيف الاداء. مثل ما قلت لكم السطوع يعتبر نفس السطوع. مثل ما نشوف هنا السطوع كيف وهنا السطوع كيف. ارفع شوي هنا احنا ما نشوف انه في فرق او نفس السطوع. نشوف لو نطفيه. اوكي اثنين موف تروتون خلينا نطفيه برضو في نفس الوقت شيء حلو. فنطلع من اللعبة نشوف لنا الحين لعبة فورتنايت. فنفتحها مع بعض. 1 2 3
اوكي في اوبتمايزنج ان شاء الله يشوفون حل حق المعالج او الجرافيكس هنا يصير افضل اذا كانوا بيسوون ذا الشيء، لكن اوبتمايزنج نشوف نفس الوقت من راح يخلص قبل. اوكي مثل ما نشوف هنا خلص قبل، نضغط ليه لودينج مرة ثانية few seconds. اوكي برضو هنا خلص بشكل شوي ملحوظ يعني، فهنا شوي ارفع من هنا في الاداء. لو نشوف الحين بعد تقريبا 35 دقيقة هنا 94 بطارية، هنا 93. اوكي مثل ما نشوف برضو هنا اسرع، نضغط هنا نشوف الاعدادات، نضغط هنا نضغط هنا، نروح سيتنج مثل ما نشوف خلينا على 120 فريم البداية، لان تدرون ان ما اقدر ارفع هنا الكواليتي، اذا اني رفعته راح ينزل 120، فنبدا البداية على 120 تقريبا كلهم نفس الشيء. هنا اللو باور مود ما نبيه، خلي يعطينا الاداء كامل. هل غيرت شيء هنا؟ لا مضبوط، نضغط بلاي. شوف التقطيع كيف هنا، جاني تقطيع شوف فورتنايت قبل شوي، لكن هنا ما جاء اي تقطيع، شفتوها قبل شوي كيف جاء التقطيع عندي. اوكي الفريمات مثل ما نشوف فوق، تقدرون تشوفون الفوكس وتشوفون الفريمات كيف الفريمات هناك شوي فوق المية، هنا ترقى فوق المية ولكن تنزل هنا. الحين 120 ثابتة، فأنت تقدرون معدل الفريمات تاخذونه من هنا من الجهتين، في الايباد القديم والايباد الجديد. الآن أحس إنه ممتاز، ما في تقطيع ما في شيء، لكن قبل شوي لاحظنا التقطيع كيف جاء. جاني تقطيع هنا برضو خفيف، فالايباد القديم مثل ما نشوف على 120 فريم في تقطيع خفيف. مشكلة صاير هنا ليل وهنا شوي مغربية. حلو يعني ثابت على 120. كان التقطيع مرة ثانية برضو هنا، فشي غريب، يمكن على 120 ما يتحمل الايباد القديم. اتوقع كذا كفاية على الريزولوشن ده العالي او على 120 فريم، فنطلع او نغير الاعدادات من هنا ونطلع على بعدها، فنخليه على حاجة هنا. اوه ما نقدر نغيرها الحين، فلازم نطلع البداية. اوكي نغير عدادات، نخلي هنا ايبك، هذا حدنا في 30 ما نقدر نرفع اكثر في الايبك مثل ما نشوف، نسوي له سيف نلعب. نبدأ التقطيع، شوفوا كيف التقطيع البداية جاني. أول ما بدأ اللعب ما أدري ليش يجي تقطيع عندي، مع إنه في الأيباد الجديد ما يجي، يعني إذا تقولون إنه أوكي شيء طبيعي إنه بديت اللعبة، فالأيباد الجديد ما تجي، ومعروف إن الألعاب هي اللي تتحمل الجرافيكس أو اللي موجود هنا 8 وهنا 7، الفريمات 30 ثابتة، أي حركة في أي شيء يسوي ما تنقص تحت 30، فالجهاز لو بنتكلم عن الفريمات في الابك ممتازة، ما اتوقع تنزل تحت 30. يعني تركته شوي ما يعلق، فلو ابدا على طول شوي يجي تعليق. اوكي هل التعليق راح يضر ده؟ ما اتوقع،
كبداية يعني ان اللعبة ما بعد تبدأ، فكان مستغرب 30 ما ينزل يعني لا ايباد قديم ولا جديد، وعلى ايبك الحين الريزولوشن او ما ادري شنو هي الايبك اللي ضغط عليها، ما قريت الاسم، اتوقع ريزولوشن. كمل معاكم، الكاميرا طفت فحطيت بطارية ثانية. نبدأ بشيك هنا على التقطيع، على طول بضغط التحريك وبضغط هنا التحريك، نشوف في تقطيع ولا ما في تقطيع كبداية. ما جه تقطيع الحين في الاثنين. تجميع للجمعين الحين انتهي. جي تقطيع هنا خفيف. اتوقع انه بس في فورتنايت تطلع منها. نشوف الحرارة الحين. اوكي مثل ما نشوف الجهاز القديم وهذا الجهاز الجديد. كمل معاك، نفتح مثلا امازون في نفس الوقت. امازون فتح هنا قبل الجديد. نطلع نجرب معاكم لوميا فيوجن، نرسل الحين فيديو مدته 5 دقائق نسوي اخراج. طبعا كبداية اول شيء نرسل الفيديو. بما ان فتح سفاري هنا فنفتح سفاري هنا عشان يصير نفس البرامج اللي فاتحينهم. طيب نفتح لميا فيوجن، نفتح بروجكت جديد 60 فريم 60 فريم، نخلي لحق الاسبكت ريشيو والايفون الجديد، نضغط بلس بلس. فمثل ما نشوف ما في اي تقطيع فيهم اثنينهم. هذا الفيديو اللي حاطه الحين 4K 60 فريم، انا في لابتوب يقطع اول ما احطه، فممتاز ما في شيء لو بنشغله. مثل ما نشوف نسوي الاخراج، نخلي على نفس الاعدادات مثل ما نشوف، نضغط اخراج. نشوف الحين ماذا يخلص قبل، المعالج القديم، المعالج القديم بس مسمينه جديد. الجرافيكس 7 نواة، الجرافيكس 8 نواة. لو بنشوف الوقت اللي ماشي الحين يعتبرون بالضبط قراب من بعض، ما في فرق. هذا الوقت الجهاز راح يسخن، فراح نشوف الحرارة هنا راح تكون أقل من هنا ولا لا، لأن أبرم كما قلت لكم هنا حطت تبريد أفضل من هنا. بس اني ما ابي اطول المقطع لانه بالنسبة لي راح يخلصون في نفس الوقت. مثل ما نشوف ما فاد الجرافكس الجديد، ما فادت الرامات الجديدة، الرامات ما راح تستفيد هنا، لكن مثل ما نشوف ما في فرق فما يحتاج تسوي الاخراج. نطلع نفتح جراند ثيفت اوتو 5 تقريبا، دي ما في فرق، او هنا شوي فرق يعني كم 5 ثواني 6 ثواني. اوكي
نبدأ اللعبة من البداية. فGrand Theft Auto ما راح تأخذ أي شيء من الجهازين، يعني اثنينهم مرتاحين في اللعب. طيب خلصنا الخمس دقائق، فنجرب الحرارة هنا الحين. لما نشوف الماكس عطانا 31، وهنا في الجديد 31 برضو، هذا القديم وهذا الجديد. نشوف لنا برنامج ثاني، مثلا نفتح ديزني في نفس الوقت. 1 2 3، اوه ضغطت قبل دقيقة. نسكرهم نرجع. 1 2 3، القديم فتح طبعا. ليش؟ لانه ما بعد البرامج تحدث الحق الجديد. ف نفتح لنا مثلا ذا الفيديو الجديد فتح قبل، فيعتبرون ما في فرق، هذا فتح في شيء وهذا فتح في شيء. الى الان القديم فرق بسيط. ما احس انه في فرق. نشوف اساسن كريد برضو ما في فرق. في تقطيع خفيف انا لاحظته، بس اتوقع كفايه بالاشياء اللي لعبناها. الحين نجرب الرام. طبعا مستحيل يفتحون كلهم، لانه ما في انسان بيدرس يفتح لك. شوف كم برنامج فاتحينه الحين، يعني 12 برنامج، وبيرجع بيفتح اول واحد والى الان فاتح. لكن نجرب سبيد تيست. والله ما برح فاتح هنا، غريبه والله. شيء ممتاز يعني حق شخص يبي يسوي ذي الاشياء، 12 برنامج يفتحهم يرجع. 6 رام نفعت هنا. طيب نطلع جيك بنش، 2 هم فاتحين، يعني 4 و6 نفس الشيء. نشوف كول اوف ديوتي، 2 هم يرجعون يفتحون بجديد، ما فاد الرام. ببجي، اللي يلعبون ببجي شفتوا الفرق؟ طبعا اوكي لاني طلعت من اللعبه، بس شفتوا كيف انه بيرجع يفتحها من جديد لاني طلعت منها. الى الان الرام ماسك على بابجي، فشيء حلو حق بابجي اللي بيلعبون برامج يرجعون مره ثانيه، مثلا يفتحون كذا برنامج يرجعون حق بابجي. الرام فادت هنا الستة، لكن هنا للاسف ما فادت. فورتنايت، 2 هم يعتبر رجعوا مره ثانيه. امازون، 6 رام فادت. ليميا فيوجن، 2 هم
ديزني، 6 رام، حافظت على البرنامج. الحين نرجع فتحت مرة ثانية، رد فوتو برضو 6 رام، إلى الآن قاعد يكمل المهمة من ما نشوف. فالست رام حفظت برضو أساسن كريد، 6 رام حفظت. ففي الرام في عارف وش البرامج، هذا يعطي هذا 10-0. أوكي مستحيل يعني الرام الزيادة 50% أو 2 جيجا زيادة نفعت هنا كثير، 2 جيجا. فمن 4-6 انت بكيفك، هل تحتاج انك تفتح 12 برنامج ترجع لهم مره ثانيه؟ لازم تشتري لك الجديد. ما يحتاج بالنسبه لي، انا ما راح افتح لك البرامج، عندي الاربعه كويسه. لكن شيء حلو اذا كان عندي 6 وبدي الحركه اني ارجع افتح البرامج زي كذا. نرجع نجرب الحين مره ثانيه، بما ان فتحناها نرجع مره ثانيه سبيد تيست، ورجع افتحها مره ثانيه. هنا برضو هنا فتح موجود. طيب جيك بنش نفس الشيء، اثنينهم كول اوف ديوتي هنا قاعد يكمل، هنا ارجع افتح مره ثانيه. هذا فائده الرامات اذا كنت تبي تفتح البرامج ذي الكثيره في نفس الوقت. شو اسم هذه اللعبه؟ ببجي، اوريدي مفتوحه هنا، هنا ارجع افتحها برضو مره ثانيه. فورتنايت ما بقدر عليه هنا، او لا يعتبر مفتوح لانه معلق. احنا طلعنا من ديك الصفحه اللي جانا. ف حلو هنا بلاي، فببجي يعتبر هنا مفتوحه. امازون اثنينهم احنا مفتوحين. لوميا فيوجن نفس الشيء اثنينهم، هنا بس تكمل على طول. هنا ارجع افتحها مره ثانيه من جديد. ديزني بلس على طول. فأنت لك الخيار، إذا تعجبك ذي الحركات إنك تفتح كذا برنامج ترجع مرة ثانية، خذ لك الجديد على طول حتى لو عندك القديم، غير إذا كنت تبي ذي الأشياء. أنت لك ولك القرار يعني. فتقريبا هذا كل شيء. بالضبط البطارية نفس الشيء، جهاز استخدمته لي الحين 1 سنة و5 شهور، جهاز استخدمته لي الحين 3 أيام و4 أيام، 78% بطارية، 78% بطارية. فأبل قللت الأرقام هنا لكن الأداء نفس الأداء. لو نشوف يعني الـ 11 إنش نفس أداء الـ 12.9 إنش، صح أصغر بطارية هنا لكن برضو شاشة أصغر، ريزولوشن أصغر، هنا أكبر، كل شيء أكبر، فمعدلينها هنا. فأنت بكيفك، استخدمت جهاز ذي الفترة كم استخدمته، كم الفترة، هذا هو مثل ما تشوفون 38 دقيقة، يعني ساعة نقدر نقوله نص. مثل ما نشوف الحرارة ممتازة، ما ارتفعت الحرارة، اوكي دافي الجهاز لكن 30-29 ممتازة، الا اذا كنت بتحطه في الشاحن وانت قاعد تستخدم فالشيء رجع لك. ما افضل انك تحطه ويلعب لانه اوريدي راح يرفع الحرارة زيادة، ولا رفع الحرارة زيادة يخسر البطارية. طبعا قاعد تحطه يشحن فما راح يحصل حل، ايش بيسوي؟ ما راح يسوي دروب البطارية لان الشاحن ممتاز، لا راح يقلل اداء البرامج، فتح البرامج. فتشوف مثلا برامج تكون متقطع ولا شيء ذي كلها، ليش؟ لان حراره الجهاز ارتفعت، ما له سبب من الجهاز وكل شيء، انت الحركه استخدامك للجهاز تشحن وتلعب. بس هذا الفيديو، فاتمنى انكم فهمتوا الفروقات بين الايباد القديم والايباد الجديد، وانتم تقررون بكيفكم. طبعا بعض الاشخاص بيقولون لي اوه الايباد القديم الكلوك سبيد حقه او شيء، المعالج يكون الارقام حقته اقل من المعالج الايباد الكبير. لا ليش؟ ما علي من الاختبارات، بس انا اتكلم كارقام. المعالج نفس المعالج بالضبط لحق الكبير والصغير، والرام نفس الرام لحق الكبير والصغير، فالجدد قصدي انا. فانا وريتكم احنا ايباد قديم وايباد جديد، انتم كيفكم حددوا. اذا بتقول لي هنا المعالج كان الايباد الكبير راح يكون افضل، طيب الريزولوشن في الايباد الجديد افضل اقوى، فالمعالج راح يستهلك اكثر. الايباد الكبير لازم الريزولوشن حق الشاشه اقوى من الريزولوشن حق الشاشه الصغير، فبالعكس كان تكون. فانتم كيفكم حددوا. وبرضه البطاريه، البطاريه هنا كبيره وهنا صغيره لان الشاشه كبيره، لكن وقت الاستخدام نفس وقت الاستخدام. فانتم كيفكم حدوا، تبون جوال صغير، ايباد صغير، ايباد كبير، معالج نفس المعالج، اداء المعالجات نفس بعض الكبير والصغير في الجدد، واداء المعالجات الكبير والصغير في القديمين نفس الشيء، نفس المعالج نفس كل شيء.
نفس وقت الاستخدام ونفس كل شيء. فبس ففي نهاية الفيديو هذا حسابي في سناب شات، شرفني ضبطكم، وحط احيانا فيديوهات وصور، واحيانا شروحات حق التقنية، شروحات حق برامج خفيفة، اشياء ما اقدر اسويها في اليوتيوب بسرعة اسويها على الطاير هناك في سناب شات. فنتفاعل هناك، ضيفوني في سناب شات، اتشرف في اضافتكم. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر المقطع وملك المقطع وتعليقاتكم تهمني، ولا تنسوا اني فضل دعاكم، والسلام عليكم.